كان حدث طبعا احنا وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جهات كتير والدولة، معانا وزارة التربية والتعليم ومعانا مجموعة أخرى من الوزارات والجهات التنفيذية، إن احنا الحقيقة بنعمل وبنط شعلة أولمبياد المحافظات السعودية، ما هو إلا فكرة لتلاقي ولادنا في أكثر من مجال، المجالات الرياضية وغير المجالات الرياضية، تلقوا ولادنا من محافظاتنا، المحافظات التي هي دايما في القلب، وده امتداد لمجموعه كبيره جدا من برامج زي برامج اهل مصر، اللي ايضا ولادنا وشبابنا من محافظات بييجوا بياخدوا مجموعه كبيره جدا من الدورات والرحلات كمان، والتعاون مع اكاديميه ناصر. لكن احنا النهارده من خلال يعني إدارة التنمية الرياضية بالوزارة بتعاونا كمان مرة مع يعني مجموعة من الوزارات وزارة التربية والتعليم، إن احنا والتنمية المحلية ومجموعات تنفيذية أخرى، إن احنا نعمل ونلتقي ونطلق هذه الشعلة زي ما بالأمس القريب أطلقنا أيضا شعلة دوري الشركات. والله طبعا هي دي مبادرة جيدة من وزارة الشباب والرياضة وتحت طبعا القيادة السياسية، وبتعمل نوع من المزج بين نسيج الجسد الواحد واجتماع المحافظات الحدودية على قلب واحد. أهميتها إن هي بتدي دور المحافظات الحدودية، ما نحسش إن احنا مهمشين أو إن احنا في أطراف البلد فمالناش دور أو مالناش مش بنشارك في الحاجات دي، فدي يعني مبادرة حلوة جدا من معالي الوزير، بتدينا ثقة إن احنا موجودين في البلد وإن احنا نقدر نشارك ونقدر نعمل جهود. مميزاتها إن هي بتتفاعل مع الشباب وتعرفنا مع ناس ومحافظات، دي برضو من ضمن الحاجات ان احنا كوننا علاقات برضو، دي بتفرق جدا معانا، وان احنا نشارك برضو دي حد ذاتها حاجه حلوه.